أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية الكاملة لهذا المشروع العملاق. ويمكن قبل ما أختم كلامي أنا حابب أأكد على نقطة مهمة. الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا. التوجيه، وأنا بأكد علشان ما يثارش أي لغط في هذا الموضوع وبأكد عليه، إحنا ملتزمين بالكامل. إحنا حاصرين كل المتواجدين على الأرض ومحاصرين كل المباني وحاصرين كل الأراضي الزراعية اللي موجودة، أنا آسف أقول بالنبتة الواحدة. وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وأيضا تعويض عيني. الدولة مخططة أنها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول، الطريق الساحلي سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم ليها، يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقريبين منه، لأن المتوقع أن هم اللي هيستفيدوا استفادة مباشرة من عملية التنمية، هم اللي هيشتغلوا وهم اللي هيخدموا على هذا المشروع الكبير، وهيكونوا هم المستفيدين بصورة مباشرة من مشروع هيستمر يعني إلى ما شاء الله. فبالتالي هم هيبقى هناك التزام كامل بتعويضهم بكل شيء، والدولة بالفعل بدأت في الجلوس معاهم، وإن شاء الله مخططين إن هذا الموضوع يخلص بأسرع وقت ممكن. مرة أخرى أنا حبيت إن أنا أعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والإنجازات اللي إحنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق، وأؤكد على شيء مهم جدا. الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات إن إحنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر، لأن في الآخر هي تنمية متكاملة بتحقق الهدف، بعمر الأرض، بخلق فرص عمل لأولادنا، وبحقق استثمار وبحقق زيادة للاقتصاد المصري، وأيضا المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد.